السلام عليكم. لا يا برشا ما عملتش فيديوهات، قلت اليوم خلينا نعمل فيديو باش نفهم هكا صحابي شويه ونقول لهم كيف تفهم المرأة. كيف لك عليك المرأة هي فيها روح باش نفهموها احنا. نزار واللي كتب كيف تفهم المرأة والمرأة يا معلم، هي ما هيش فيها روحها، هي اصلا تعرف اللي في مخها برشا تدخل في زيت، فما خيوطك اللي عامله هكا كيف باش نفهموها؟ هبت مي فيك، عندها عرس ولا سهريه ولا مناسبه، مشيت حاب تشري روبه، تمشي معاها انت باش تختار الروبه مثلا وتعطيها راي، تقيس سبع رواب في الاخر تشري ساك وصباط سالون، الروبه ما تقويهاش. نورمال نورمال. ها يا سيدي، المراه غالطه ولا مش غالطه؟ لازمك انت بكل الحالات تطلب السماح. معناها يا ودي هي غالطه، لازمك انت تمشي لها تطلب السماح. ها كيفاه ما طلبش السماح في غادي عاد وين النهار كمشو؟ لا مشيت نهار طول تبدا تنخنخلك، تنكت وتعيط وهاك ما تعاونيش، وانا وحدي وانا نخدم وننظف وكذا. نهار زيد فاسك وهاك قلت نعمل لها سيربريز، نظفت لها الدار، نظفت لها دار تشعل شعلان. تجي البقعه هذي هاي تحس ماهيش منظمه. يا ولدي يا ولدي راهو راهو ديتاي ديتاي اكثر من ديتاي، هما ديتاي بيدو كرر منهم معناها. يا ولدي راهو تفاصيل نتاع التفاصيل نتاع اللب نتاع الموضوع يدخلوا فيه. مش نروح كان حبيتك غادي وين دخلت باش تمشي تعمل قهوه، لازمك ديجا مبرمج لها معناها قبل 10 سنين ديجا انت حاطه لها في بالك. كيفاه تعرف فجاه تقول لها ماشي نعمل قهوه تخليني وحدي وانا وانت وين ماشي وكيف؟ يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا، راهو 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 قد ما هم حلاب قد ما هم خيبهم كي يبداو هكا ديتاي ياسر ياسر. حاجه اخرى، حياتك الكل عايش معاها في بنه ورفاها وهناء هكا رومانسية ونحبك وحبي وعمري وعشيرتي وكذا، تعاركت نهار وقلت لها برا مخي بك ولا اقلب عليا منظرك ولا اللي باش يقول كلمة يا سيدي سبب، يا ريتها ما كان حبك ونك ونموت عليك. شو هذوكم؟ تمشاو هذوكم مشاو، أما كلمة تنفد منك وبرا اقلب عليا أقسم بالله ترى تفكر هالك تقول لك نهار 23 سبتمبر رقت لي مخي بك مع سبعة وثلاثة دقايق وخمسين ثانية وتفكرك معناها بالتفاصيل نتاع الكلمة هذيك. لا تقول تنساها معناها كان فكرتك بها مره ونورمال عادي، تصدقني تشيبوا وتجيبوا ولاد ولادكم وتمشيوا دار العجوز ولا الكبر كان لازم في الجبانه تقعد تبعث لك فيها وتحكي لك فيها، عايزك تنكدها لك تندم تندم تطلب منها تسميح تهدي لها كادوات معناها. يا ولدي والله لا تنساها، والله لا تنساها يا ولدي. برا عاد مثلا على الفيسبوك كتبت لك طفله كومنتير ولا حكايه، لا هما يقتلوا الغرزه راه عادي تقتل الغرزة وتحسب روحها ما في بالها بشيء، أما صدقني تدخل على الطفلة وطفلي وأصحابها وتشوف بروفيلها وكذا وكذا ولازم تتأكد من الحكاية وكذا ودرا شنو، ونهار كي تتعاركوا تجبد لك المخبل في كبه وتجبد لك حكاية الطفلة، وكان لازم أنت وقتها كومونتيت لها وهي وقتاش كومونتيت لك ومن وقتها وليتو. يا ولدي يا بابا يا ولدي ديتكتيف بريبي. لا ولا واحد يخون في مرته مثلا وفي باله مرته سكيمة ماهيش فايقة بيه. دويو يا ولدي الشيطان قاري عند المراه. يا ولدي ورا سميمتي فايقه بيك فايقه بيك غير بركة تحب تشدك بالكمشه تحب تصطادك كي الفار تشدك هكا تعملك هكا من ذيلك. هيا بابا ايجا هاو البروف هاو من اجيس كذا سيدي خويا ايجا تفضل هاو الحكايه الكل. اما برجوليا قهروني واش يقدوه في التنفيق بين بعضهم، حبي وروحي وعمري تبدا هكا ويعنقوا في بعضهم والبوس. يا ولدي مشيت منا سرطان سيد. يا ولدي بالكاروت اعطيها هكا الضربه القاضيه تعبت عليها بالسفود حاسيلو ضربه نفيق وسبين و... يعطيكم الصحه واش تقدوه برجوليه. عندهم حاجه اخرى حقا سبيسيال، تمشيو مثلا البوتيك ولا بلاصه هكا باش يشريو حكايه وتبدا حاسها ضيقه ولا حكايه، معناها انت نورمالمون تقول لك يقيس حاجه حاسها ضيقه ولا من سبب باي معناها ما يلبسها. لا المراه تشريها عندهم اوبسيون حق تو نلبسها كي نضعها، عندهم دبش هذاك كوتي محطوط في الكلاس تو نلبسو كي نضعاف هذاك محطوط على شيره، صدقني كل طفله عندها منه هذايا باش نلبسها كي نضعاف. صدقني لا تضعاف تبقى ديما نفس الميزان وما تلبسهاش قطعه هذيك بعد خمس سنين صحيح لموضه وما عادش لموضتها ومشيت على روحها وكل شيء. ليه جرب اخرج انت والمدام ولا صاحبتك ولا حكايه، جرب اخرج مثلا انت وياه تي ليه ما توليت براد بيت عاد لبنك كل ترى فيك اشب طفل في العالم، اخرج وحدك انت وجرب بزنس تساعدك ما تكبهولك الطفلة اللي باش تبزنسها تي منظر تقول لك انت تبزنس فيا، اخرج انت ومرتك ولا صاحبتك وتو تشوف العرض تتولي يا ولدي شبيك راك الزين والعين يولي فيك العسل الكلها تفزر لك والكلها يهبل عليك مالا وينك؟ تعارك انت وياها مثلا تعارك انت وياها وتقول لك اخرج عليا ولا برقلب منظرك ولا اي حكايه،
وانت مثلا سمعت كلمه وخرجت نهارك مشو نهارك يا ولدي صاير غادي وين زدت تخليط كيفاه تخرج تقول رايك انت فيك اخرج ما عادش نحب الراك مثلا ولا ما تطلبنيش ولا ما تكلمنيش وجرب انت امشي بكلامها يا ولدي لازمك تعمل العكس هي قالت لك اخرج انت تبقى لها غادي تم تسيم انت تقعد بعدها كان خرجت نهارك مشو ولا كان ما طلبتهاش نهارك مشو صاير هكا هاو ما تحبنيش وتستنى فيها وانت ماذا بك هكا وانت يا ولدي راه ما نسيت شيء عظيم شيء عظيم دي حاسير وانا قد ما حكيت وباقي ما نجمش نفسر مخ المرأة تحسوا هكا عقد نزيدوا عقدة ريح شرش براني ثلاثة أميال خردر ما فهمنا شيء وما أنا باش نفهمه شيء ورسميني بتبيع نساب لبيهم ما نجموش نعيشوا وبربي يا كنساب أكل معقدين وما يحملوش فريق مش لازم تجيب تعطيني دروس في الأخلاق والعبادات والعقيدة شكرا لنهاركم زين ويلا نسال ديما فرحانين